هذا الكلام بصريح العبارة، احنا اذا كنا ازاء انشاء دولة حقيقية حضارية تحترم مواطنينها، فليحترم الوزراء اولا نواب الشعب الذين يمثلون الشعب. انا عندي اسماء معالي الرئيسة لوزراء، الاخ غازي ذكر واحد منهم، عندي ثلاثة وزراء انا اقولها صريح العبارة، صار لي شهر احاول اشوفهم، بعض ممثلينهم موجودين هنا، واحاول اتصل ببعض ممثلينهم اللي موجودين هنا ما يردون. احترمناهم بما فيه الكفايه. انا اعتقد اذا هذا المجلس له احترام، وهذا اللي يؤكد عليه جلاله الملك، يجب على هؤلاء الوزراء ان يتعاونوا بمسؤوليه واحترام للشعب، انطلاقا من احترامهم لممثلين الشعب. والا انا شخصيا سوف اتحمل كامل المسؤوليه واعلن اسمائهم على الملا، واعلن بعض الامور اللي اعرفها عن وزاراتهم. انا ما بتردد يعني، لكن باب الاحترام للحكومه راح نقول اسمائهم في القريب العاجل. احنا احترمناكم كثير، احترمونا شوي. يعني اول هؤلاء الوزراء، ما عليه بوجه الكلام لي، اول هؤلاء الوزراء وزير شؤون المجلسين المسؤول عن ديوان خدمه مدنيه، ما رد على رساله من رسالاتي صار لها شهرين.